أجواء خيالية هنا، الكل يأتي إلى المتعة والكل ينتظر بالتأكيد مباراة مثيرة. راح نكون مع حضراتكم مباشرة وحصريا بعد قليل في بث حي مباشر من ملعب الأنفيلد. مشاهدين الكرام أينما كنتم، لكم مني أجمل تحية من ملعب أنفيلد، حيث الأجواء الجميلة والطقس الهادي المصاحب لهذه المباراة. محبكم فارس عواضة سيكون معكم في تغطية لمجريات هذا اللقاء. لحظات تفصلنا عن هذه المباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سيكون فريق ليفربول يواجه مانشستر سيتي. مباراة مهمة للمدرب، يمكن من خلالها أن يجرب بعض الخطط واللاعبين وأن يخرج بنتائج عظيمة واستفادة كبيرة. اللقاء والمباراة تنطلق بأقدام لاعبي ليفر. ولمع التشكيلة الرسمية لفريق ليفربول في مباراة اليوم. أليسون بيكر في حراسة المرمى، روبرتسون سيلعب مع ألكسندر أرنولد في مركزي الظهير، تياغو ألكانتارا سيبدأ مع فابينو في قلب الوسط، ورأس حربة وحيد يتواجد في تشكيلة الفريق اليوم. انطلاقة إلى الهجوم من دي بروين، لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة اليوم مشاهدة الآن على الشاشة. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، لابورت سيلعب إلى جانب روبن دياز في الخط الخلفي، فيلفودين سيبدأ مع برناردو سيلفا في الأجنحة، وفي الهجوم سيتواجد هالاند. شخصيا كنت أتوقع بأن الحكم سيخرج البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، لكن اكتفى هذه المرة بالإنذار الشفوي. على اللاعب بأن يحذر في الوقت المقبل من هذا اللقاء، لأن الحكم قد يخرج الكرت الأحمر مباشرة بعد هذا التنبيه. التركيز اليوم على محمد صلاح أمر عادي، لاعب نجم ومن الطب يتقدم بالكرة. واحد على واحد، لكن إيدرسون هو الواحد تألق يتصدى لهدف محقق الآن. خطف الكرة لكنها تحت الضغط. هذه تصويبة، برافو إيدرسون، ردت فعل كبيرة في هذه اللقطة. بينفذ الركنية، رأسية راحت بعيدة. معذور اللاعب، أكيد ليس من السهل بأنك ترسل كرة رأسية باتجاه المرمى تحت كل هذه الضغوطات. رودريجو، استغلال جيد للطرف من مانشستر سيتي. رمية تماس لمصلحة السيتيزنز. دي بروين يتقدم لتقديم حلول هجومية. هل تستغل الفرصة؟ يا سلام يا سلام، بدأ الكلام، أحلى الكلام، بدأ الجد. هدف أول في اللقاء. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة. شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة. المسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. يعود اللعب من جديد. هل نشاهد الآن عودة سريعة من ليفربول في النتيجة؟ حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية. ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل والبحث عن التعادل مستمر. أفضلية لمصلحة السيتي. كيفن دي بروين، مرة أخرى عن دي بروين. تقريبا وصلنا لنهاية الشوط الأول، والليفر مشاهدينا تحت ضغط التأخر في النتيجة هنا، وسيكون مطالب بإظهار ردة فعل قوية.
الناحية الهجومية تحتاج إلى عمل كبير في الاستراحة للوصول إلى المرمى. الأداء الدفاعي أيضا ممكن أن يتحسن بعض الشيء، لكن التركيز الأكبر يجب أن يكون على الأداء الهجومي وكيفية إمكانية تطويره حتى يتمكن الفريق من التسجيل. مان سيتي يهاجم، إبعاد الكرة والخطورة. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. دي بروين، تمريرة ممتازة، هل تسفر عن شيء؟ تدخل بيريح الفريق. نهاية الشوط الأول مشاهدينا من المباراة في ملعب أنفيلد. ينطلق الشوط الثاني من هذه المباراة، النتيجة تشير إلى تقدم مان سيتي، لكن اللقاء لم يحسم بعد. ضاعت الكرة من بيراردو، هجوم من مانشستر سيتي، لكن تنتهي الخطورة هنا ويتحول الهجوم. جميل الكرة البينية، يا سلام على المباراة، هدف لمصلحة الليفر. التعادل الإيجابي 1-1. رودريغو، فرصة خطيرة في هذه اللحظات. الله على الكرة البينية من غوندوغان، يتدخل أليسون وما زال اللعب مستمر. كيفن دي بروين، هذه مرة سهلة في يد حارس المرمى بعد الكرة اللي كانت صعبة واللي تألق فيها في الحفاظ على شباكة. الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر سيتي. عودة إلى الخطأ بسبب عدم الاستفادة من مبدأ إتاحة الفرصة. كرة ثابتة يحتسبها الحكم ويكتفي بالإنذار الشفوي. مجهود في منتهى الروعة. حارس المرمى لم يبذل أي مجهود لإيقاف الضربة الحرة واللي كانت سهلة. خيارات متاحة هنا في هجوم مرتد. كرة مرتدة والدفاع بحاجة للعودة بشكل سريع. لم ينجح الفريق. كرة للتسديد الآن بدون أي مشاكل لحارس المرمى. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. ضاعت الكرة. دي بروين، مان سيتي يهاجم. حلوة التمريرات من مانشستر سيتي. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول. رياض محرز، اوهو تسديدة قوية. أليسون يتصدى لكن ما زالت خطيرة. خلاص راحت سهلة، انتهت الخطورة، عدت بسلام. تصدي سهل هنا كان بعد تألق في التصدي الأول. مساحة على الطرف أمام محمد صلاح. هجمة منظمة من ليفربول. الدقائق الأخيرة، الله، كرة في المرمى، هدف التقدم في الثواني الأخيرة، هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية، وضع الكرة في الشباك، هدف رائع بمجهود غير عادي. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة، أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات.
ثلاث دقائق متبقى بمروءة تقدم الكرة، الدفاع يمنع محاولة العرضية، يستعيدون الكرة بتدخل سليم. محمد صلاح، صلاح في انطلاقة ممتازة، يا سلام يا ابو صلاح، هذه كرة خطيرة على المرمى. انتهت المباراة، فوز وثلاث نقاط لمصلحة ليفربول. الفوز تحقق وهذا هو المهم، اكيد هدف الدقائق الأخيرة له فرحة كبيرة، لكن ايضا الكل كان تحت الضغط في انتظار هذا الهدف.